تتواصل الجهود المصريه لوقف نزيف الدم في الاراضي المحتله وايجاد حل للقضيه الفلسطينيه وتستعد القاهره لعقد محادثات مره اخرى من اجل التوصل الى اتفاق لوقف فوري ودائم لاطلاق النار جهود مصريه متواصله لوقف نزيف الدم في الاراضي المحتله وايجاد حل للقضيه الفلسطينيه في ظل مواصله الاحتلال الاسرائيلي حربه على قطاع غزه منذ السابع من اكتوبر الجهود المصرية الراهنة تمثل امتدادا لدورها التاريخي ازاء قضية العرب الأولى حيث ظلت القضية على رأس أولويات اهتمام القيادة المصرية وإيمانها العميق بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي جاءت فور نشوب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية والدولية التي تقوم بها مصر قيادة الرئيس السيسي للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف الحرب وإيصال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعكس إيمان مصر بأهمية التصدي لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. القاهرة على موعد جديد من محادثات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين بعد محادثات سابقة في الدوحة، والتي وصفها البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة بالجادة والبناءة حيث أجريت في أجواء إيجابية. البيان المشترك للدول الثلاث أشار إلى اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات تلك الدول مرة أخرى في القاهرة، املين التوصل الى اتفاق وفقا للشروط المطروحه كان البيان المصري القطري الامريكي المشترك قد اكد ان الطريق اصبح ممهدا حاليا لانقاذ الارواح وتقديم الاغاثه لشعب غزه وتهدئه التوترات الاقليميه